مدينة أقبو بولاية بيجاية شرق الجزائر كانت مع موعد رياضي هام وعلى غير العادة حينما احتضنت ولأول مرة دورة دولية لكرة القدم النسوية داخل القاعات بمشاركة 10 فرق 4 منها أجنبية على غرار نادي ساندوني الفرنسي صاحب الخبرة الكبيرة والذي خطف الأضواء بتتويجه بلقب الدورة على حساب الفريق المنظم. On voyait qu'elle savait jouer au ballon, c'était d'une équipe futsal d'un haut niveau. J'ai été très étonnée, c'est la première fois que je participe à un tournoi en Algérie et j'en suis très contente. عولس كروي ناجح 100% وعلى غرار كل يعني تجاوزنا كل الصعوبات ولهذا الحفل كان يعني بمثابة عولس كروي دولي ناجح 100% في الجزائر. ومهما يكون النادي المتوج إلى أن العلامة الكاملة استحقتها جماهير مدينة أقبو الذين حضروا بقوة منذ انطلاق الدورة جاعلين الحدث كعرس كروي بامتياز. النسوية يعني الجمهور يحضر هكذا بقوة ونحيي يعني الجمهور الرياضي لمدينة أقبو يعني على الروح الرياضية. اكتشفنا اللي فما ايكيب في الجزائر اسمها أقبو، سي لا بروميير فوا نلعبوا معاها، كانت نيفو نتاعها مزيان تبارك الله عليكم، ان شاء الله نشوفوكم تعملوا ما خير في الشامبيونات نتاع الجزائر ان شاء الله وان شاء الله على المستوى العربي ككل. هذه الدورة الدولية لكرة القدم النسوية داخل القاعات منحت فرصة للمنتخبات المشاركة للاحتكاك فيما بينها خصوصا منتخب فلسطين الذي حظي باستقبال خاص. انا بعتقد انه هذه المشاركة كانت مهمة لنا لبناتنا لانه احنا شاركنا في بنات تحت سن 19 منتخب فلسطين تحت سن 19، لكن كانت تجربة للاطلاع والاحتكاك الرياضي، ولكن البنات شعرنا بحب الجزائر وبالترحاب الجزائري الذي يعني لا يوصف. الرسائل الضمنية لهذه الدورة الدولية تجاوزت حدود المتوج والخاسر، غير أن الهدف الرئيس هو بعث هذه الرياضة في الوسط الكروي النسوي الجزائري، والانطلاقة الفعلية كانت من مدينة أقبو نحو مدن أخرى.